السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معكم بدرس جديد من دروس النافذة الإلكترونية لمادة الفيزياء. اليوم نبدأ بأول درس من دروس التيار المتردد. سوف نأخذ تطبيق قانون أوم على دوائر التيار المتردد في هذا الدرس. والآن دعونا نجمع الـ 3 components مع بعض، نجمع المكثف مع المحث النقي مع المقاومة الكهربائية ولنرى ماذا يحدث في هذه الدائرة. هذه الدائرة تشتمل على مقاومة محث مكثف زي ما قلنا على التوالي. من هنا جميع العناصر متصلة على التوالي، إذن سوف يمر بها نفس التيار. نعلم من خصائص التوصيل على التوالي الذي درسناه بالوحدة رقم 2 بأنه في حالة التوصيل على التوالي فإن جميع العناصر الموجودة في الدائرة المتصلة على التوالي يمر بها نفس التيار، يمر بها نفس التيار. إذن التيار المار بالمكثف هو نفس التيار المار بالمحث، هو نفس التيار المار بالمقاومة، هو نفس التيار الذي يخرج من المصدر. من خلال خلينا نعمل كتلخيص لما مضى. لو أجينا نشوف أهم شيء بنلاحظ هنا التمثيل الطوري دلالة واضحة. شوف عندي المقاومة، في حالة المقاومة كان التيار I تساوي I maximum sin omega t، بينما الجهد كان الجهد والتيار متفقين في الطور. فإذا كان التيار أوميجا تي فعندي الجهد ساين أوميجا تي، لأنه هذول متفقين في الطور وما فيش بيناتهم، لا يوجد بينهما فرق في الطور. والعلاقة بين الجهد والتيار أنه الجهد بين طرفي المقاومة، الجهد الأعظم ماكسيمم بين طرفي المقاومة يساوي التيار الأعظم مضروبا في المقاومة. الآن ماذا عن المكثف؟ في حالة المكثف إذا كان التيار، طبعا إحنا من نحاول نوحد التيار، يعني أنا I في حالة المقاومة I تساوي I maximum sin omega t، في حالة المكثف أيضا I تساوي I maximum sin omega t نفسه، لأنه نفس التيار الذي يمر في المقاومة هو نفس التيار الذي يمر بالمكثف وبالمحث وبمصدر الجهد. أما عن الجهد نعلم أن التيار هو الذي يسبق في حالة المكثف، إذن الجهد سوف يتأخر بمقدار بقى 2، إذن VC تساوي V maximum sin أوميجا تي باي على 2، وهذا يدل عليه التمثيل الطوري، أنه لو وحدنا التيار بحيث خلينا التيار على المحور الأفقي على محور السينات الموجب، نلاحظ أنه هنا الجهد بين طرفي المكثف هو موجود على محور الصادات السالب أو على محور واي السالب. العلاقة بين الجهد والتيار هنا نعلم أن أعظم جهد بين طرفي المقاوم بين طرفي المكثف يساوي التيار الأعظم مضروبا في الممانعة السعوية. ماذا عن المحث؟ في حالة المحث كما نلاحظ من هذا الشكل اللي هو التمثيل الطوري، نلاحظ أن الجهد هو الذي يسبق التيار، فإذا كان التيار عبارة عن ساين أوميجا تي فإن الجهد سوف يكون ساين أوميجا تي زائدا باي على 2، زائدا باي على 2، لأن الجهد هو الذي يسبق. والعلاقة بين الجهد والتيار هي كالتالي، أنه في بين طرفي الجهد بين طرفي المحث، الجهد الأعظم بين طرفي المحث يساوي التيار الأعظم المار في المحث مضروبا بالممانعة الحثية. ماذا عن مصدر الجهد الكلي؟ هذا مصدر الجهد الكلي سوف نلاحظ أنه إيش يساوي. في عندي I maximum sin أوميجا تي، طبعا هاي معروفة أنه I sin أوميجا تي لأنه زي ما قلنا التيار، لاحظ عندي التيار في المقاومة هو نفس التيار في المحث، نفس التيار في المكثف، نفس التيار من مصدر الجهد. والفي توتال ماكسيمم تساوي ساين أوميجا تي زائدا فاي، والله أعلم كم تساوي فاي، والآن بعد قليل سوف نعلم أو سوف ندرس هذه القيمة فاي كم تساوي. وفي توتال ماكسيمم أي الجهد الكلي الأعظم يساوي آي ماكسيمم مضروبا في ممانعة، ممانعة عبارة عن ممانعة محصلة، محصلة لجميع الممانعات، لجميع ممانعة المقاومة وممانعة المكثف وممانعة المحث. هذه الممانعة الكلية سميناها المعوقة الكلية ونرمز لها بالرمز. لنحسب الآن الجهد الكلي باستخدام التمثيل الطوري.
نعلم أن التيار بالنسبة للجميع هو مشترك، يعني نفس التيار الذي يمر بالمكثف هو نفس الذي يمر بالمقاومة هو نفس الذي يمر بالمحث هو نفس الذي يخرج من المصدر. وبالتالي ثبتنا التيار على محور السينات، على محور إكس الموجب كما نلاحظ بهذا اللون البنفسجي. والآن نلاحظ أن الجهد بين طرفي المقاومة يتماثل في الطور، متفق في الطور مع مين؟ مع التيار. وبالتالي الجهد بين طرفي المقاومة كان على محور منطبقا على محور X الموجب. بينما فرق الجهد بين طرفي المحاث كما نعلم يسبق التيار بزاوية طور أو بفرق طور مقداره باء 2، وبالتالي كان على محور Y الموجب. بينما فرق الجهد بين طرفي المكثف يتأخر عن التيار بمقدار فرق في الطور مقداره باء 2، وبالتالي كان على محور واي السال كما نلاحظ. الآن من خلال استخدام قوانين حساب المتجهات نلاحظ أنه يمكننا حساب محصلة فرق الجهد بين طرفي المحاث مع محصلة الجهد بين طرفي المكثف. هنا نجمع المحصلة بينهما، طبعا هما متجهين متعاكسين، إذن المحصلة لهما تساوي في دلتا في ال ناقص دلتا في سي، اللي هو عملية ناتج طرح المتجهين لأنهما متعاكسين في الاتجاه. والآن نأخذ المتجه المحصلة، المتجه المحصلة لهما اللي هو دلتا في ال ناقص دلتا في سي مع متجه الجهد لي أو الجهد بين طرفي المقاومة، وبهذه الحملية تكون نطبق قانون أو قاعدة فيثاغورس. لاحظ معي ملخص هذا الكلام، نستخدم عملية جمع المتجهات للحصول على الجهد الكلي. لاحظ أن دلتا في سي مرة ثانية مع دلتا في ال يعني فرق الجهد بين طرفي المكثف وفرق الجهد بين طرفي المحاث متعاكسات في الاتجاه، نستطيع أن نستبدلهما بمتجه واحد، نستطيع أن نبدلهم بمتجه واحد، هذا المتجه وهذا المتجه نستبدلهم بمتجه واحد ويساوي حاصل طرحهما، حاصل طرحهما. أيضا محصلة المتجهين السابقين اللي هم دلتا في ال مع دلتا في سي مع المتجه اللي هو دلتا في ار وفرق الجهد بين طرفي المقاومة متعامدين في هذه الحالة، ونستخدم نظرية فيثاغورس. إذن الجهد الكلي دلتا في ماكسيمم الكلية يساوي جذر هذا المتجه تربيع زائد هذا المتجه تربيع كما نلاحظ. إذن دلتا في في تي ماكسيمم يساوي الجذر الجهد بين طرفي المقاومة تربيع زائد محصلة جهد المحاث مع المكثف VL ناقص VC تربيع. ونستبدل الآن VR تربيع نستبدلها ب I maximum في R، وكذلك نستبدل VL I maximum في XL، ونستبدل VC في I maximum XC. نحن نعلم العلاقة ما بين جهد كل منها والتيار، فالعلاقة ما بين جهد المقاومة وما بين التيار اللي هو VR تساوي R في I، والعلاقة ما بين جهد المحث فرق الجهد بين المحث فرق الجهد بين طرفي المحث والتيار بنقول VL تساوي I في XL، والعلاقة بين الجهد بين طرفي المكثف وبين التيار VC تساوي I في XC هكذا. إذن عوض عن VR بقيمتها I maximum R طبعا مربعة، وعوض عن VL I maximum XL، وعوض عن VC I maximum XC مربعة. الآن اخرج I maximum عامل مشترك لينتج عندي VT maximum يعني V total لوجود المصدر maximum يساوي I maximum في جذر R تربيع زائدا XL ناقص XC تربيع. وبالتالي يمكن حساب قيمة التيار الأعظم الذي يمر في الدائرة من خلال العلاقة التالية. إذن I maximum شو صارت عندي؟ I maximum انقل الجذر على الطرف الثاني صارت VT maximum اللي هو الجهد الكلي الأعظم مقسوما على
R جذر R تربيع زائد XL ناقص XC الكل تربيع. طبعا هذا الجذر يساوي أو يسمى المعوقة الكلية. إذن التيار الكلي، التيار الكلي أو التيار المار في هذه الدائرة التي تشتمل على مقاومة ومحث ومكثف متصلات على التوالي مع مصدر جهد، متصلات على التوالي معا والجميع متصلات مع فرق الجهد أو مرتبطات بمصدر الجهد، يساوي V total maximum تقسيم الزد. الزد هذه تسمى المعوقة الكلية وتقاس طبعا بوحدة الأوم لأنها عبارة عن ناتج قسمة جهد تقسيم تيار. إذن الزد تساوي جذر R تربيع زائد XL ناقص XC الكل تربيع. هذا بنسميه مثلث المعوقة اللي هو بنعرف انه الار وفوق اكس ال ناقص اكس سي والمحصل لهما الزد. يعني القانون السابق اللي هو زد تساوي جذر ار تربيع زائد اكس ال ناقص اكس سي تربيع الكل تربيع هو عبارة عن كأنه فيثاغورس، هيك بنقول فيثاغورس، عبارة عن محصلة الار مع الاكس ال ناقص الاكس سي. من خلال الشكل السابق نستطيع حساب فرق الطور بين التيار والجهد الكلي. هلا احنا عندنا هذه الزاويه، زاويه الطور اللي فرق الطور، فرق الطور بين التيار والجهد اسمها فاي. هذه تساوي تاني الفاي في هذه الحاله يساوي في ال ناقص في سي على في ار، او بالتبسيط ولان التيار الذي يسري فيهما هو نفس التيار فنستطيع القول انه الفي ال عباره عن اكس ال في اي، والفي سي عبارة عن اكس سي في اي، والفي ار عبارة عن اي في ار. خذ الاي عامل مشترك من البسط واي من المقام واختصرهم مع بعض بصف عندي تان ثيتا عفوا تان فاي يساوي اكس ال ناقص اكس سي على ار. دعونا ندرس الآن ملخص لكل الدوائر الكهربائية التي درسناها. أخذنا أولا مقاومة مع مصدر جهد، بعدين أخذنا مكثف مع مصدر جهد، وأخذنا محث مع مصدر جهد، ومن ثم آخر خطوة عملنا على جمع المقاومة مع المحث مع المكثف جميعها على التوالي متصلة بين طرفي مصدر جهد. الآن دعونا نبدأ من الأخير، نبدأ بالعكس. بالعكس، أولا أخذنا مقاومة مع محث مع مكثف متصلة بين هذول المتصلات على التوالي مع بعضهن البعض، وكلهن مع بعض متصلات بين طرفي مصدر جهد. فكانت المعوقة الكلية زد تساوي R تربيع زائد افتح قوس XL ناقص XC الكل تربيع. وفي هذه الحالة كانت الزاوية تان الفاي، وهي الزاوية ما بين الجهد وما بين التيار، ما بين الجهد وما بين التيار، هي عبارة عن XL ناقص XC على R. تان لاحظ معي هنا تان الفاي يساوي XL ناقص XC على R، لاحظ المؤشر XL ناقص XC على R. الآن إذا كانت XC هي الأكبر، هي المسيطرة، هي الدوميننت، هي المسيطرة، فإن الاكس سي كانت هي المسيطرة هي الأكبر، فالفاي هنا تعطيني قيمة سالبة، تعطيني قيمة سالبة، أي أن في هذه الحالة التيار هو الذي يسبق الجهد. أما إذا كانت ال هي الأكبر، هي الدوميننت، هي المسيطرة، إذا كانت الاكس ال هي الأكبر فإن في هذه الحالة يكون لدي القيمة، قيمة الفاي الزاوية بين الجهد وما بين التيار موجبة، أي أن الجهد هو الذي يسبق التيار. مفهوم هذا الكلام؟ إذا كانت XL في هذه الحالة المجموعة تجمع 3 components مع بعض البعض، إذا كانت XC هي الأكبر فتعطيني الفاي سالبة ويصبح التيار هو الذي يسبق الجهد بفرق الطور. أما إذا كانت XL هي الأكبر فإن في هذه الحالة الجهد هو الذي يسبق التيار بفرق الطور. الآن دعونا نلاحظ لو أنه كان لدينا مقاومة متصلة مع محث
عن التوالي، وهذول التو كومبوننتس متصلات بين طرفي مصدر جهد. فالمعوقة الكلية في هذه الحالة يعني بدون XL بدون عفوا XC، XC أصبحت صفر، فماذا تنتج R؟ عوض هنا، هنا في هذه العلاقة الأخيرة حط مكان XC صفر، شو تصير عندي العلاقة؟ R جذر R تربيع زائد XL تربيع. وفي هذه الحالة إذا وضعنا مكان XC صفر، حط مكان XC صفر، شو بتصير؟ تاني الفاي XL على R، يعني تعطيني قيمة شمالها، تعطيني قيمة موجبة. تاني الفاي بتصير عندي قيمة موجبة وتساوي XL على R عندما تضع مكان ال XC صفر في هذه المعادلة الأخيرة. لاحظ معي، راقب معي حركة المؤشر. إذن في هذه الحالة تصبح الفاي موجبة، أي أن الجهد هو الذي يسبق التيار بفرق الطور، وفرق الطور هنا يتراوح ما بين الصفر والتسعين درجة، أكبر من صفر وأقل من تسعين درجة. أيضا لو كانت لدينا مقاومة تتصل مع مكثف، مقاومة مع مكثف، في هذه الحالة المحث غير موجود، فضع مكان الـ XL صفر، فماذا تصبح؟ تصبح المانع الكلية الإمبيدنس اللي زد تساوي R تربيع زائد XC تربيع، أي وضعنا مكان الـ XL صفرا. طب ماذا عن الفاي؟ إذا وضعنا مكان الـ XL صفر، حط مكان الـ XL صفر، شو تصير؟ تان الفاي تساوي ناقص XC على R، أي أن الفاي تساوي في هذه الحالة سالب، إذا نيجاتيف هنا تساوي إيش مالها؟ سالب، الفاي سالبة. ما معنى الفاي سالبة؟ أي أن التيار هو الذي يسبق فرق الجهد بفرق طور مقداره يقع ما بين أو يتراوح ما بين الصفر والتسعين درجة. إذا من الذي يسبق في هذه الحالة؟ التيار هو الذي يسبق، لأن تاني الفاي صارت تصبح عندي ناقص XC على R، أي وضعنا مكان الـ XL كما لاحظنا هذه المعادلة مكان الـ XL صفر. الآن إذا أخذنا كل واحد من هذه العناصر منفرد بشكل منفرد، الـ L لحالة، فإن الممانعة تساوي عندي هنا XL، تسمى الممانعة الممانعة الحثية. وهنا كما نعلم أو كما أخذنا سابقا أن الجهد يسبق التيار بفرق طور قدره باي على 2، وإذا أخذنا الـ XC لحالها بشكل منفرد مع مصدر جهد، فهنا نلاحظ أن الممانعة تساوي XC وتسمى الممانعة السعوية، وتساوي أوميجا 1 على أوميجا C. وفي هذه الحالة فإن التيار هو الذي يسبق فرق الجهد بفرق طور قدره باي على 2. وإذا كان لدينا أخذنا مقاومة فقط، مقاومة صرفة وفقط مع مصدر، وصلناها بين طرفي مصدر جهد، فكانت عندي الممانعة هنا R وتسمى المقاومة، والتيار وفرق الجهد متفقات في الطور، متفقات في الطور في هذه الحالة. ملف له مقاومة مومية 10 أوم، هذا يعني أن الملف هو ملف غير نقي، ملف غير نقي لأنه له مقاومة مومية 10 أوم. نستطيع أن نرسم بهذه الطريقة الملف غير نقي، عبارة عن ملف وجنبه إيش؟ مقاومة، وضع هنا عليها جدار بحيث صندوق تبين أن هذا ملف غير نقي، يعني وصلها على التوالي مع المقاومة، وبالتالي حط المعلومات عليه هذا 10 أوم، ومعامل حث الذاتي إلا إلو تساوي قديش؟ نص هنري. متصل مع التوالي مع مكثف، هذا هو المكثف، سعة المكثف سي تساوي 150 مايكرو فرد، ومصدر جهد كهربائي، أي مصدر جهد كهربائي متردد، قيمة جهده الفعال في توتال إفكتيف يساوي 250 فولت، وتردده التردد يساوي 50 هرتز. المطلوب الأول الشدة الفعالة للتيار المتردد. نحن نعلم من خلال معرفتنا للجهد الكلي نستطيع معرفة
شدة التيار الفعال المار في هذا في هذه الدائرة. نقول كالتالي، نشوف I effective تساوي V total effective مقسومة على الزد، والزد عندي هنا للمعوقة الكلية عبارة عن V total effective. الزد عبارة عن ايش؟ عبارة عن جذر ال R تربيع زائد XL ناقص XC الكل تربيع. إذا V total effective موجودة والـ R كذلك موجودة، لكن XL مش موجودة ولا XC موجودة. والآن نستطيع حساب الـ XL والـ XC. من هنا الـ F شو تساوي؟ من هنا نستطيع حساب الأوميجا. الأوميجا شو تساوي؟ 2 باي في F وتساوي 50 ضرب 2 باي بعطيني 100 باي ريدن لكل ثانية. واضحة؟ واضحة، ماشي. إذن الآن نجي ونقول كالتالي، الـ XL تساوي أوميجا في L، وتساوي أوميجا عبارة عن 100 باي، والـ L تساوي نصف هنري، والجواب عندي هنا يكون عبارة عن 157 وتقاس بالأوم. XL هي الممانعة الحثية وتقاس بالأوم، طلعت عندي 157. أيضا XC عبارة عن 1 على أوميجا C وتساوي 1 الأوميجا وهي C. الأوميجا كم تساوي؟ 100 باي، والسي عبارة عن ايش السي؟ السي تساوي هنا سعة المكثف وهي عبارة عن 150 في 10 أس ناقص 6، والجواب يساوي 21 أوم. إذا أصبحت الـ XC جاهزة والـ XL جاهزة، إذا نستطيع أن نحسب I effective. I effective يساوي من هنا V، بنقول V total effective اللي هي الجهد الفعال للمصدر ويساوي 250 فولت، مقسوما على جذر الـ R تربيع اللي هي 10 أوم 10 تربيع زائد قوس الـ XL ناقص الـ XC. الـ XL 157 ناقص الـ XC 21 والكل تربيع، نقفل الجذر وهذا يساوي 1.8 أمبير. هذا الجهد التيار الفعال الذي يمر في الدائرة. الآن المطلوب لدي القيمة الفعالة لفرق الجهد بين الطرفين كل من الملف والمكثف. خلونا أول شيء نجد فرق الجهد الفعال الإفكتيف بين الطرفين المكثف. هذا يساوي I التيار الفعال مضروبا بايش؟ بالممانعة السعوية. هذا مين؟ المكثف. ويساوي I effective 1.8 في XC وجدناه هي عبارة عن 21، وهذا يساوي عندي اللي هو عبارة عن 37.8 فولت. لدي الآن V effective لمين؟ للمحث أو للملف، ويساوي I effective التيار الفعال مضروبا في Z التي تشتمل على المقاومة والمحاكة. زد، لكن زد هذه ليست زد الكلية، هذه زد تشتمل على ماذا؟ تشتمل على المقاومة، عفوا تشتمل على المقاومة وتشتمل على مين؟ وتشتمل على المحاكة. وتساوي I effective في جذر الـ R تربيع
زائد ال XL تربيع ويساوي ال I effective كم تساوي؟ 1/8 في جذر ال R تربيع عبارة عن 10 تربيع وال XL وجدناها احنا انها 157 تربيع ويساوي جواب 283 فولت. ملف معامل حثه الذاتي، معامل حثه الذاتي ال يساوي 50 ملي هنري. يمر به تيار شدته 2 امبير، 2 امبير. عندما يكون بين طرفيه فرق جهد مستمر مقداره 20 فولت. فرق جهد مستمر مقداره 20 فولت. إلى هنا من خلال هذه الجملة نعلم أن هذا الملف حثي معامل حثه الذاتي 50 ملي هنري يمر به تيار شدته 2 امبير اذا وصلناه مع مصدر جهد مستمر، يعني هي مصدر جهد مستمر. اذا وصلنا مع المحاذ بهذا الشكل فراح يمشي فيه تيار شدته 2 امبير اذا كان هذا فرق الجهد المستمر يساوي 20 فولت. ماذا يعني بهذا الكلام؟ نحن نعلم أن الممانعة الحثية تنتج طبعا نتيجة ايش؟ تولد قوة دافعة حثية ذاتية في الملف، ولكن إذا كان مصدر الجهد مصدرا مستمرا فلا يوجد ممانعة حثية، الممانعة الحثية تساوي صفر لأنه أيضا ما فيش عندي قوة دافعة حثية ذاتية، وبالتالي لا توجد عندي قوة أو لا توجد عندي ممانعة حثية، لا توجد عندي ممانعة حثية. طب لماذا كان التيار 2 أمبير؟ هذا دلالة على أن هذا المحث يمتلك مقاومة أومية، أي أن هذا المحث هو محث غير نقي. المحث هنا محث غير نقي، يعني بإمكاننا نعتبر هذا الجزء من السؤال عبارة عن تيست أو عبارة عن فحص. إذا أردنا أن نفحص المحث إذا كان هذا المحث نقي أو غير نقي نروح نجيب هذا الملف ونوصله مع مصدر جهد مستمر. إذا وصلنا هذا المحث مع مصدر جهد مستمر وصار به تيارا محدودا ولم يحدث ذائق التماس فإن هذا يدل على أن هذا المحث يمتلك مقاومة أومية، مقاومة أومية. إذن هذا عبارة عن عملية تست أو عملية فحص لنقاوة هذا المحث. إذن هذا المحث محث غير نقي ويحتوي على مقاومة أومية، ومقدار هذه المقاومة الأومية R تساوي V على I وتساوي عندي 20 فولت تقسيم 2 أمبير ويساوي 10 أوم. إذن من هنا من خلال هذه العبارة الأولى إذن نستنتج أن هذا المحث، إذن المحث شماله غير نقي وله مقاومة أومية مقدارها كم يا جماعة؟ R تساوي 10 أوم. بس نكمل السؤال. السؤال يقول لي احسب شدة التيار الفعال R الذي يمر في الملف عندما يكون بين طرفيه جهد متردد قيمته الفعالة 20 فولت. يعني أصبح السؤال كالتالي: مصدر جهد، جهده الفعال جهد المصدر يساوي 20 فولت، والتردد كم يساوي؟ التردد يساوي 60 هرتز. من هنا نستطيع نقول أوميجا على طول مباشرة تساوي اللي 2 باي اف وتساوي اللي هي 60 في 2 باي 120
باي راديان لكل ثانية، هذه ايش؟ الأوميجا. هذا المحث يتصل مع مين؟ عفوا هذا المصدر يتصل مع مين؟ يتصل مع المحث، والمحث قلنا محث هو أيضا شماله غير نقي، غير نقي، محث شمال شنو؟ غير نقي، محث غير نقي، الإلا إله تساوي قديش؟ قلنا الإلا إله كم تساوي؟ 50 ملي، 50 يعني ملي، شو معنى ملي؟ 50 ضرب 10 أس ناقص 3 هنري، ومقاومته الأومية كم تساوي؟ 10، وجدناها 10 أوم. الآن المطلوب لدي احسب القيمة الفعالة للتيار، نقول كالتالي: القيمة الفعالة للتيار تساوي القيمة الفعالة للجهد مقسوما على المعوقة الكلية، والمعوقة الكلية هنا هي عبارة عن R تربيع زائدا XL تربيع. الفي توتال موجودة، في توتال افكتيف موجودة، وتساوي اي افكتيف تساوي في توتال افكتيف تقسيم R تربيع زائد XL تربيع. الفي توتال افكتيف موجودة وقيمتها 20 فولت، الـ R قيمتها حسبناها 10 أوم. يتبقى لدي إذا يلزم حساب، يلزم حساب إيش؟ الـ XL الممانعة الحدية. XL تساوي أوميجا في L، وتساوي أوميجا كم تساوي حسبناها؟ 120 باي. والـ L كم تساوي؟ قيمة الـ L اللي 50 في 10 قوة ناقص 3. ومنه فإن الـ XL تساوي، الـ XL تساوي قيمتها هنا 18.8 أوم، 18.8 أوم. إذا أصبحت جاهزة الأمور عندي. إذا بقول كالتالي: إذا I effective تساوي V total، تأويل بس في هذه المعادلة، الـ V total effective اللي هي عبارة عن 20 جذر، الـ R تربيع 10، الـ XL 18.8 تربيع، ويساوي الجواب كله 94% أمبير. هذه الآية شدة التيار الفعال المادة. نريد أن نركز مرة أخرى إنه هذه العبارة عندنا وصلة محث، وصلة مع مصدر جهد مستمر، فإن هذه الخطوة أو هذه العملية تؤمن كفحص لإيجاد إذا ما كان هذا المحول، إذا كان عفوا إذا ما كان هذا الملف هو ملف نقي أو ملف إيش؟ غير نقي. فعندما مر في تيار محدود القيمة فهذا يدل على أن المحث هو محث غير نقي ويمتلك مقاومة، ويمتلك مقاومة، وبهذا استطعنا حساب المقاومة من قسمة التيار المستمر، من قسمة الجهد المستمر على شدة التيار المستمر الذي يمر في هذه الدائرة، فوجدنا المقاومة، ومن ثم أصبحت لدينا دائرة تحتوي على ملف أو ملف غير نقي أو محث غير نقي. ماشي الكلام؟ حسبنا منه من خلال الـ L، حسبنا الـ XL تساوي الممانعة الحدية، ماشي الكلام؟ ومن خلال هذا الكلام استطعنا حساب الـ I effective. ننتقل الآن إلى دائرة الاهتزاز الكهربائية. تتكون دائرة الاهتزاز من محث ومكثف متغير السعة. عندما يكون المكثف مشحونا والدائرة مغلقة، فإن الطاقة الكهربائية، الطاقة المختزنة في المكثف أو في الدائرة، سوف تتذبذب أو تهتز بين المحث والمكثف. أحيانا قد تكون على شكل مجال كهربائي، وأحيانا في مختزنة في المكثف، وأحيانا قد تكون على شكل مجال مغناطيسي مختزن في المحث، وتهتز الطاقة بين هذا وذاك، مثل الاهتزاز الطاقة في نظام زنبرك وكتلة عندما تتغير الطاقة من طاقة وضع إلى طاقة حركة وهكذا. في حالة دائرة الاهتزاز
فإن التردد، تردد هذا الاهتزاز ما بين مجال مغناطيسي ومجال مغناطيسي ومجال كهربائي، يعتمد على سعة المكثف ويعتمد على محامل الحث الذاتي للمحث. وأضف إلى ذلك أن الطاقة الكلية المختزنة في الدائرة سوف تبقى ثابتة المقدار وتتذبذب بين مجال مغناطيسي ومجال كهربائي، وذلك بغياب مقاومة الأسلاك، بغياب مقاومة الأسلاك التي تعمل على تبديد هذه الطاقة على شكل طاقة كهربائية. أي تبقى الطاقة محفوظة، مجموع الطاقة الكهربائية الموجودة في الدائرة زائد الطاقة المغناطيسية الموجودة في الدائرة يبقى يساوي مقدارا ثابتا عند أي لحظة، وذلك بغياب مقاومة الأسلاك التي تعمل على تبديد هذه الطاقة. كيف يتم ذلك؟ دعونا نلاحظ عند اللحظة T تساوي صفر، الطاقة المختزنة في هذه الدائرة عند اللحظة T تساوي صفر، عند لحظة البداية كانت عبارة عن طاقة كهربائية مختزنة في المكثف. لاحظ معي المكثف أن الصفيحة العلوية شحنتها موجبة وأن الصفيحة السفلى شحنتها سالبة. في هذه الحالة كان المكثف مشحون بالكامل فول تشارج، وكان عندها التيار يساوي صفرا، التيار الذي يمر في هذه الدائرة يساوي صفرا. وهذا أشبه بالطاقة المرونية المختزنة في الزمبرك نتيجة استطالة الزمبرك بهذه الطريقة. يعني إذا بدنا نعمل أنالوجي بيناتهم أو نعمل عملية مشابهة بين هذا النظام الميكانيكي وهذا النظام الكهرومغناطيسي. الآن لاحظ معي أيضا بعد مرور زمن قدره يقدر بربع دورة، ربع دورة، لاحظ بأنه سوف هنا يبدأ المكثف بتفريغ شحنته ويزداد التيار، التيار يبدأ بالنمو، التيار يبدأ بالنمو التدريجي، يزداد التيار ببطء حتى يصبح التيار أعظم ما يمكن، يصبح التيار أعظم ما يمكن. عندها يكون المكثف قد فرغ بالكامل، أصبحت شحنته تساوي صفرا، أصبحت شحنته تساوي صفرا. وهذا الكلام يتم عند اللحظة تي، عند اللحظة الزمنية ربع دورة، تي تساوي ربع دورة، ربع زمن دوري، وتكون الطاقة المختزنة في هذه الدائرة على شكل مجال مغناطيسي وفقط، مجال مغناطيسي وفقط، أي تصبح الطاقة المختزنة في الدائرة على شكل مجال مغناطيسي عند اللحظة تي تساوي ربع زمن دوري. وهذا أيضا إذا انتقلنا إلى النظام الزمبرك والكتلة، هذا يشبه اللي هو الكتلة عند موضع الاتزان، حيث تكون طاقتها عبارة عن طاقة حركية كما نلاحظ في هذا الشكل. الآن بعد مرور ربع دورة أخرى ويصبح الزمن هنا نصف دورة، نقول يبدأ هنا مرة أخرى تبدأ الطاقة بالتحول إلى طاقة كهربائية، أي يعود تبدأ عملية الشحن مرة ثانية. تبدأ قلنا أول شيء كان مشحون تماما، بعدين قد فرغ المكثف تماما وأصبحت شحنته صفرا، الآن تعود المكثف إلى عملية الشحن مرة أخرى، يعود المكثف إلى عملية الشحن مرة أخرى. إذن مرة أخرى تبدأ الطاقة بالتحول إلى طاقة كهربائية تختزن في المكثف، وتستمر هذه العملية حتى يشحن تماما، حتى يشحن المكثف تماما. ولكن يا جماعة لاحظوا معي بأن القطبية، قطبية المكثف معاكسة للقطبية السابقة، أي أن الشريحة أو أن الصفيحة العلوية أصبحت سالبة، كانت موجبة أصبحت هنا إيش؟ سالبة. والصفيحة السفلى كانت سالبة أصبحت إيش مالها؟ موجبة. أي أن عملية الشحن هنا أصبحت بقطبية معاكسة للقطبية السابقة. عند هذه العملية عندما تكتمل شحنة المكثف يصبح التيار يساوي تيار يساوي صفر، أي يتلاشى المجال المغناطيسي ويصبح كل الطاقة المختزنة في هذه الدائرة عبارة عن طاقة كهربائية وفقط.
هذا الكلام يتم عندما اللحظة عندما تي تساوي نصف زمن دوري، وهذا يشبه حالة الزمبرك عند انضغاطه مسافة تساوي سالب الساعة، يعني انضغاط، عملية انضغاط بالساعة كاملة. أيضا هنا ماذا يحدث؟ تبدأ عملية التفريغ، تبدأ عملية التفريغ مرة أخرى، يبدأ المكثف بالتفريغ ويزداد التيار ببطء حتى يصبح التيار أعظم ما يمكن، ولكن بالاتجاه المعاكس، وتصبح كذلك اتجاه المجال المغناطيسي معاكسا لما سبق. هناك كان المجال المغناطيسي باتجاه أسفل الورقة، هنا المجال المغناطيسي صار باتجاه رأس الورقة أو رأس الصفحة. وفي هذه الحالة طبعا شحنة المكثف تصبح صفرا، أي تصبح الطاقة المختزنة في المكثف صفرا، وكل الطاقة تصبح عبارة عن طاقة مختزنة في المحث على شكل مجال مغناطيسي. هذا الكلام يتم عند اللحظة تي تساوي 3/4 زمن دوري، وهذا يشبه الكتلة عند عودتها ثانية إلى نقطة اتزان في نظام الكتلة والزمبرك حتى تكون الطاقة طاقة حركة. أيضا في الأخير نهاية، عندما تي تساوي زمن دوري تكتمل الدورة وتعود الطاقة إلى طاقة كهربائية مختزنة في إيش؟ في المكثف، أي يشحن المكثف تماما. والدلالة على أن المكثف شحن تماما أن التيار يصبح يساوي صفرا. وملف حثي نقي يعني ليس له مقاومة. ممانعته الحثية لأكس إل تساوي 20 أوم. يتصلان على التوالي مع مصدر التيار المتردد، فإذا كان فرق الجهد الفعال في توتال إفكتيف يساوي 150 فولت وتردده 60 هرتز، احسب ما يلي. نقول واحد، سعة المكثف اللازم وصله مع الدائرة على التوالي لكي تتفق شدة التيار مع فرق الجهد في الطول. طبعا هنا هذه الجملة لكي تتفق شدة التيار مع فرق الجهد في الطول، كما أخذنا في التقديم النظري أنه متى يتفق شدة التيار مع فرق الجهد في الطول؟ في حالة الرنين، في حالة الرنين. إذن هذه الحالة المشار إليها هنا هي حالة الرنين، الحالة التي يتفق فيها شدة التيار وفرق الجهد في الطور، وهي حالة وحيدة، حالة وحيدة. وتتميز هذه الحالة بالتالي: أولاً أن الزاوية ما بين الزاوية، أولاً الزاوية بين الجهد وشدة التيار تساوي صفراً، أي أن فرق الجهد وشدة التيار متفقات في الطول. أيضا كذلك الـ XL تساوي الـ XC، أي أن الممانعة الحثية تساوي الممانعة السعوية. أيضا كذلك Z تساوي R. هذه كلها مميزات تتميز بها الدائرة التي يحدث فيها حالة الرنين. الآن إذن هذه الحالة عندنا حالة رنين، إذن الحالة هي حالة رنين. المطلوب لدي كم هي سعة المكثف؟ نقول كالتالي: XC تساوي XL، وهذه قلنا مجموعة مميزات تتميز بها حالة الرنين. الـ XL تساوي 20 أوم، والـ XC تساوي 1/ωC. بالتعويض عملية ضرب تبادلي بنقول C تساوي 1/20، هاي هنا وهذه تطلع مكانها،
واحد على 20 أوميجا ويساوي واحد على 20 مكان أوميجا، نعوض قيمتها. عندي هان اف تساوي 60 هرتز، إذا أوميجا تساوي 120 باي، لأن this implies that أوميجا يساوي 2 باي اف ويساوي 2 باي في 60 راديان بير سكند. إذا سي تساوي 1 على 20 مضروبة في 120 باي وتساوي 1.3 into 10 to the power minus 4 فرد. هذه هي قيمة السعر. الآن الشدة العظمى للتيار في هذه الحالة، الشدة العظمى للتيار في هذه الحالة، والمقصود في هذه الحالة يعني حالة الرنين. نقول الشدة العظمى يعني I maximum equals V total maximum على زد، ولكن كما أسلفنا أن زد في حالة الرنين تساوي R، وتساوي هنا V total maximum على R، ونعلم أن V total maximum تساوي جذر 2 في V total effective مقسومة على R، وتساوي جذر 2 مضروبة في 150 مقسومة على R، وR هنا كم تساوي R؟ تساوي 15 أوم، ويساوي الجواب عندي 14 و14% أمبير. هذه التيار الأعظم. فرق الجهد بين طرفي كل منها، فرق الجهد الإيش؟ الفعال، الفعال. فرق الجهد الفعال أي نحتاج إلى التيار الفعال. التيار الفعال يساوي I ماكسيمم تقسيم جذر 2، ويساوي 14 و14 تقسيم جذر 2 ويساوي 10 أمس أمبير. من هنا ينتج لدي أنه في فرق الجهد الفعال بين طرفي المقاومة تساوي I effective في المقاومة، I effective 10، والمقاومة تساوي عندي 15، يصبح لدي 150 باوس. V أيضا إفكتيف بين طرفي المحث، I إفكتيف في إيش؟ في X L equals V إفكتيف تساوي 10 في X L، XL اللي قيمتها كم تساوي؟ 20 ويساوي 200 فولت. أيضا V effective بين طرفي المكثف تساوي الممانعة السعوية في إيش؟ في التيار الفعال. الممانعة التيار الفعال 10 أمبير، والممانعة السعوية هي نفسها تساوي الممانعة الحثية في حالة إيش؟ دائرة الرنين أو في حالة الرنين، إذا تساوي 20 ويساوي 200 فولت. دائرة اهتزاز تحتوي على مكثف سعته 1 مايكروفاراد ومتصل مع محث معامل حثه الذاتي L تساوي 1 هنري. في اللحظة T تساوي 0 كان المكثف مشحونا تماما كما في الشكل. شوفوا هذه اللحظة عندما تساوي صفر، كانت هذه الصفيحة موجبة وهذه الصفيحة سالبة، صفيحة موجبة وصفيحة سالبة، الصفيحة اليمين موجبة والصفيحة اليسار سالبة، وكانت طبعا هذا البي هذا كم يساوي؟ ليس لا يوجد مجال مغناطيسي، أي أن كل الطاقة المختزلة في الدائرة لحظة الصفر لحظة البدء
كانت عبارة عن طاقة كهربائية مختزنة في المكثف، وسوف تصبح الدائرة عندما تي تساوي 314 ملي سكند. كيف تصبح هذه الدائرة؟ الله أعلم. هذا السؤال واختيار متعدد، هل تصبح بهذا الشكل؟ يعني عبارة عن مجال مغناطيسي ويصبح المكثف فارغا، أم هل يصبح نفس المكثف مشهور ولكن قطبية مختلفة ويصبح المجال هنا صفرا، يعني نفس الكلام ولكن هنا القطبية مختلفة، أم كيف؟ أم يصبح نفس الوضع يعود إلى نفس الوضع بحيث أن هذا مكثف مشهور تماما ومجال مغناطيسي صفر، أم أنه مجال مغناطيسي معاكس لهذا المجال المغناطيسي وأشرنا هنا لكيوب تساوي كم؟ صفر. كيف نستطيع معرفة أي من الحالات التي ستصبح بعد هذا الزمن؟ بعد هذا الزمن ألا نقول أنه F التردد يساوي 1 على 2 باي جذر ال C، جذر ال C. ومن هنا فإن F شو تساوي؟ 1 على هاي 2 باي، وهذا الجذر، هذا الجذر السي كم تساوي؟ 1 ناتو فرد، يعني 1 ضرب 10 قوة ناقص 6. والال كم تساوي؟ 1 هنري. وبالتالي هذا ماذا يساوي؟ هذا يساوي 1 على 6 28، 6 28 في 10 قوة ناقص 3. من هنا نلاحظ بأن زمن الاهتزاز أو الزمن الدوري يساوي 1 على F، وهذا يساوي 1 على 1 تقسيم 6.28 × 10⁻³، ويساوي هذا الكلام اللي T تساوي 6.28 × 10⁻³. هذا الزمن الدوري. إذن الزمن الذي انقضى، الزمن الذي انقضى، الزمن الذي انقضى، إذن الزمن الذي انقضى يساوي T، وهو يساوي كم؟ 3.14 × 10³. أي أن إذن فإن T تساوي عبارة عن نصف دورة، عبارة عن نصف دورة. ونحن نعلم أن المكثف إذا كان مشحونا شحنة كاملة، أن المكثف إذا كان مشحون بهذا الشكل بحيث أنه V تساوي كم تساوي؟ صفرا، فإنه يبدأ بالتفريغ، وهذه تساوي ربع دورة. انقضى من الوقت كم؟ ربع زمن دوري. يصبح هنا المكثف مفرغ من الشحنة فارغ، ويتكون لدينا ايش؟ مجال مغناطيسي. وبعد نصف دورة T تساوي نصف دورة، يعاد شحن المكثف ولكن بقطبية شمالها، بقطبية مختلفة، إذن هاي تصبح سالب وهذه تصبح موجب. هذا الكلام وين؟ عند نصف دورة. والبي كم تساوي هنا؟ صفر، لا يوجد مجال مغناطيسي. وبعد تي تساوي 3/4 الدورة يعود إنه شو يصير عندي؟ مجال مغناطيسي ولكن باتجاه شماله معاكس لهذا المجال المغناطيسي، وتصبح تي تساوي صفر، وبعدها تصبح تي تساوي زمن دوري كامل. إذا إحنا عندنا بعد نصف دورة، بعد نصف دورة، إذا ما هو؟ نقول بعد نصف دورة سوف يشحن المكثف ولكن بقطبية مخالفة. شوف نعود إلى السؤال تبعنا، إذا يجب أن هذا يساوي نصف زمن دوري. اتفقنا أن نصف زمن يساوي نصف زمن دوري، إذا سوف يكون المكثف مشحون
ولكن بقطبية مخالفة. شوف القطبية هان سالب، إذا ما شو صار عندي موجب، وهذه موجب صار عندي سالب، إذا هذا هو الإجابة، هذه هي الإجابة الصحيحة. ها قد انتهى هذا الدرس، نلتقي بكم مرة أخرى إن شاء الله رب العالمين. فإلى هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.